مساء الخير، وهذه عناوين النشرة. زجل انتخابي في ساحة النجمة، فهل يؤدي إلى إبقاء القديم على قدمه؟ روسيا تحذر الغرب مجدداً من تدخل عسكري في سوريا، واعتقال الحقوقي البارز خليل معتوق في دمشق. الشتي خير، خطأ شائع في لبنان. نشرة أخبار الثامنة من الـ LBC مع يزبك وهبي وديما صادق. مساء الخير. أمس سيول الأمطار، واليوم سيل الكلام. سيل الأمطار ألحقت أضراراً جسيمة بالمزروعات وحبست الناس في سياراتهم بعدما أغرقتهم البحيرات المستحدثة في الطرقات. وسيل الكلام في ساحة النجمة عن مشاريع قوانين الانتخابات أغرق مفهوم الانتخابات في مستنقعات الحسابات الضيقة. وفي موازاة النقاش في القاعة كان هناك سجال في الخارج هو أشبه بمبارزة زجلية رديئة، هذا مع الدوائر الصغرى فيرد ذاك بإبراز مساوئها، هذا يرفض النسبية في ظل هيمنة السلاح فيرد ذاك بأن السلاح كان موجودا في القانون الأكثري. على هذه الوتيرة يمكن للنقاش في مجلس النواب أن يمتد إلى ما بعد المهلة التي حددها وزير الداخلية، أي آخر السنة. فهل كل ما يجري مناورات لإبقاء القديم على قدمه